احنا جبهة المستقبل نحاوروا كل تيار، كل شخصية، كل كتلة اللي موجودة سياسية أو غير سياسية، كل جمعية، كل تنظيم اللي موجود في الجزائر، احنا نحاول. الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمات، وأيضا هو الطريق السالم للوصول إلى بر الأمان. والهدف تاعنا اليوم هو كيفية الوصول إلى انتخابات رئاسية، هذه الانتخابات الرئاسية اللي تضفي الشرعية للمؤسسات الجمهورية، ونمشي بعدها إن شاء الله إلى بناء هذه الجمهورية التي نطمح إليها كلنا كجزائريين. وإحنا كجبهة المستقبل أعطينا أفكارنا بكل وضوح، لأن نامن حقيقة الحوار الحقيقي هو الحوار الصادق، الحوار الذي نريده هو الوصول معا ومع الجميع إلى اتفاق شامل لهذه الأزمة. وكما قلت في السابق، نحن نحاور ولسنا نفاوض. نحن متفائلون جدا بما رأيناه وبمحتوى النقاش اللي جرى بيننا، نقاش مسؤول، نقاش صريح، ونحن كهيئة الوساطة ما علينا إلا ندرس هذه الأرضيات ونحاول كيفاش يتم القرابة. ونسعي دو فالوريزي يعني سو كي ايتي ديسيدي بار سي ديناميك دي بارتي بوليتيك اي كذلك دو موفمون سيفيل. ونسعي بي اوسي ديماجيني اون سورتي دو كريز. نحن في هذا المشوار نواصلوا مهما كانت ظروف، مهما كانت انتقادات، نسمع الى شعبنا ولكن كذلك نسمع الى ضميرنا. ضميرنا يملي علينا الوصول في البحث عن الخروج من الأزمة.